ويتمنونها دائما، يؤخرون الصلوات ويعيشون باقي يومهم ويستمعون للملهيات، بل هناك من ينشرها لهم والخالق ساترهم، يتداولون صورا ومقاطع محرمة والذنب لا يهمهم. كلنا نريد الجنة. طيب السؤال، ماذا قدمت لهذه الجنة؟ كلام بس؟ وين العمل؟ يتعالون ويستحقرون من أضعف منهم، وحتى أصبحوا لا يكتفون بالحرام بل يدعون إليه. أتريد الجنة؟ أتريد أن تعرف ما هو ثمنها؟ ابتسم وتب إلى الله فهو يفرح بتوبتك. افعل من الطاعات قدر استطاعتك فغدا حصادها. تذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا.